خليني اروح لاستاذ محمد. استاذ محمد، زي ما كنت بقول في البدايه انه الرعايه الاجتماعيه هي مش بس ان انا اوفر غذاء للشعب المصري او حتى ان انا اتكلم عن الكم او اهتم بتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولكن احنا هنا كمان بنتكلم عن تحقيق الجوده في المنتج الغذائي. شايف ده ازاي؟ ده اهميته ايه بالنسبه للمواطن المصري؟ اكيد مهم طبعا على كل مناحي الحياه، على صحه المواطن بالاساس. ده احنا بنتكلم على جوده الغذاء، فده بينعكس على صحه المواطن في المستقبل. استتباعا لكلام الاستاذ، طبعا احنا الحياه المدرسيه او الطلبه في المدارس بيتناولوا دلوقتي وجبات اكثر صحيه بال 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 بالشموليه الاكبر للوجبات او بالفكر الجديد بتاع جوده المنتج. الطلبه في المدارس بيتلقوا تغذيه افضل دلوقتي، المواطن بيتلقى تغذيه افضل، وكمان بتوصل التغذيه للاكثر احتياجا، الناس الاكثر احتياجا. منظومه التامين الاجتماعي الشامله او المنظومه الشامله بقت بتغطي مش بس الاحتياجات الغذائيه، بقت بتغطي كمان الاحتياجات الصحيه التعليميه. ويمكن ده يعني خارج من الفلسفه العامه بتاعه التوجه الاراده السياسيه، ان لا، الحمايه الاجتماعيه مظله واسعه تشمل جميع الفئات بغض النظر عن المكان الجغرافي او الظروف بتاعه الشخص اللي بيتلقى الدعم. بالنسبه للغذاء تحديدا، طبعا زي ما حضرتك بتقولي، لا هو طبعا بيفرق على كل مناحي الحياه بالنسبه للمواطن، في مستقبله، في تطوره، حتى اللي بيلاقي غذاء سليم جودته سليمه طبعا بيبقى اقباله على الشغل او اقباله. تتفق معايا لما قلت لدكتور مدحت انه يمكن في الوقت الحالي بقى فيه ثقه اكبر للمواطن المصري من حيث المنتج؟ يعني ممكن كان زمان الثقه دي ما كانتش موجوده، ولكن في الوقت الحالي الثقه زادت. احنا في شواهد على ده. احنا بنتكلم ان مثلا على مستوى المنتجات الحمضيه، مصر بتصدر منتجات حمضيه دلوقتي لاوروبا كلها. لا، واحنا واخدين المركز الاول الحمد لله. في جائحه كورونا الدول الاوروبيه كلها استعانت بمصر عشان المنتجات الزراعيه. صحيح. فطبعا المواطن ممكن تكون غايبه الامور دي عنه، لكن احنا اصلا الاجنبي بيستورد مننا في وقت ازمته، فده معناه بكل بساطه ان احنا المنتج بتاعنا فعلا وصل للمستويات العالميه ويضاهيها بل يفوقها كمان في بعض الاحيان.